السلام عليكم ورحمة الله أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة وحلقة جديدة من برنامج هاتريك. حلقتنا اليوم استثنائية، مثل ما تعرفون إحنا جمعة والسبت هي عطلة البرنامج، لكن أحداث اليوم دفعتنا بتقديم هذه الحلقة لوضع الجماهير الرياضية وفي الصورة دائما كما عودكم برنامج هاتريك. موضوعنا اليوم مثل ما راح تشاهدون ومثل ما عرفتوا وعلى قولة أخواننا المصريين فضيحتنا صارت بقلاقل على لسان كل الإعلام العربي العالمي بعد إلغاء مباراة اليوم بين القوة الجوية والزوراء، مباراة كلاسيكو الكرة العراقية. اليوم راح نناقش مع ضيوفي اللي راح ينضمون معي تباعا في هذا البرنامج الزميل الصحفي علي نوري وأيضا الأستاذ الصحفي يوسف فعل، للوقوف أكثر على أحداث وتداعيات ومن مسؤول عن ما حدث في مباراة اليوم بصراحة، ونتكلم بكل واقعية وكل شفافية. لن ولن نستطيع لا اليوم ولا بالماضي ولا بالمستقبل أنه ننظم مباريات. خلينا نكون واقعيين صح لو لا؟ ما نقدر اليوم ننظم مباريات بهذه الطريقة. الكل يحمل الطرف الآخر مسؤولية ما حدث اليوم في ملعب الشعب. أنا أقول ألف الحمد لله والشكر على اللي حدث ولغت المباراة. من وجهة نظري أنا أقول أنه خلاص المباراة لغت وتم تأجيلها إلى أشعار آخر، هذا من جانب الجماهير حفاظة على سلامة اللاعبين، حفاظا على سلامة الجماهير الرياضية. أخبار أو أنباء غير مؤكدة حول سقوط عدد من المشجعين بسبب التدافع اللي صار بسبب الزخم الجماهير الكبير اللي حدث، لكن من يتحمل المسؤولية اليوم؟ ثلاث أطراف هي موجودة أو أربعة. ثلاث أطراف موجودة اليوم راح نناقشها في البرنامج ونقول من راح يتحمل مسؤوليته؟ اتحاد الكرة، وزارة الشباب والرياضة، أم قوة أمن الملاعب؟ والمسؤول الأخير هو متعهد هذه أو متعهد هذه المباراة اللي هو حسب ما وصل لي هو أبو زينب. أنا بس أعرفه هو أبو زينب، حتى عندي رقمه، حاولت أتصل به أكثر من مرة على الواتساب على رقمه الشخصي ما جاوب، لكن رقمه مفتوح ولكن ما يجاوب. موضوع آخر قبل أن أنتقل إلى هذه إلى فاصل في البرنامج اليوم، أي واحد من وزارة الشباب والرياضة أو اتحاد الكرة خابرناهم واتصلنا بهم وحتى قوة أمن الملاعب اتصلنا بهم وطلبناهم يكونون ضيوف ويانا، أي واحد يوم الأحد راح أقولها بالأسماء اليوم وقسما بالله، أي واحد راح يطلع ويا غير برنامج ورفض أنه يطلع ويانا، أنا يوم الأحد راح أقوله بالاسم وراح والتسجيل والمكالمات عندي راح تصير. لا تفرقون بين برنامج وبرنامج، كلنا إحنا أخوة وزملاء وكلهم أعتز بصداقتهم كل زملائي الإعلاميين، لكن تطلع ما تطلع هنا وبعدين تعتذر تقولي والله ما أقدر أحكي يعني والموضوع عوفة على الأسبوع اللي يجي وخلنا نشوف اللجنة اللي راح يشكلها وزارة الشباب والرياضة. فيوم الأحد أي واحد مننا اليوم الأحد أي واحد راح يطلع أنا راح أقول اسمه، خابرته واتصلت به ورفض انه يطلع بحجه انه ماكو شيء يحكي. نروح الى فاصل بعدها راح نرجع اكثر نتكلم على هذا الموضوع. عوف الاتحاد عوف. طيب شكرا لكم مشاهدين متابعتكم هذا الفاصل. ارحب بضيوفي في هذه الحلقه الاستاذ يوسف فعل والزميل الاعلامي والصحفي علي نوري. اهلا وسهلا بكم ضيوف اعزاء. قبل لا انتقل الى ضيوفي الاعزاء خلينا نشوف شنو اللي صار باحداث المباراه. انطوني الفيديو رقم واحد. اللي صار باحداث المباراه مثل ما تلاحظون الجماهير انفتحت الابواب، متعهد المباراة يقول لك كسروا الأبواب، قوة أمن الملاعب يقول لك كسروا الأبواب، بعض الجماهير يقول لك لا إحنا اشترينا البطائق وهم فتحوا لنا الأبواب وقالوا لنا دخلوا. حسب المعلومات اللي عندي يعني ما أريد أذكر اسمه، أكو لواء بقوة أمن الملاعب هو اللي أمر بفتح الأبواب ودخول الجماهير إلى مضمار الملعب وتسبب بإلغاء المباراة. هنا مثل ما تلاحظون سيد محمد خلف، الأستاذ قيس موجودين من قبل اتحاد الكرة
حاولوا انه هنا امير المالك مثل ما تلاحظون حاول انه يعني انه تطلع الجماهير، لكن ما قدر. خلاص الجمهور دافع فلوسه وجاي الى المباراه، من يتحمل هذه المهزله؟ انا بس اريد اقول شغله، من يتحمل هذه المهزله؟ احد الاخوان هسه المتابعين اللي انا اسميهم انه الغير مثقفين شويه، تعتبروها تهجم، تعتبروها ايش تعتبروها؟ اعتبروها يقول لي انت شنو تهدد؟ لا احنا ما نهدد، احنا نحكي حق، احنا من جاي نحكي نتكلم بحق. هل بربكم هذا منظر؟ هذا منو اللي سمح بدخول الجماهير الملعب؟ الجمهور حقه يدخل، انا ويا الجمهور حقه يدخل، واذا اكو بطايق على العدد واكو كراسي مرقمه يجي يدخل الى الملعب يتابع فريقه سواء كان الزوراء او القوة الجوية. بس لا سامح الله لو صايرة احداث بهذه المباراة، منو كان يتحمل نتيجتها؟ منو؟ هل اللواء اللي يعني ما اريد اذكر اسمه حتى لا اول شيء نتاكد، انا وصلتني المعلومه بس حتى نتاكد، هل اليوم اللواء هذا اللي تابع لقوه امن الملاعب هو اللي امر بفتح الابواب ودخول الجماهير، او متعهد المباراه اللي طلب من عنده اتحاد الكره بطبع 27,000 تذكره فقط وهو طابع 50,000 تذكره؟ هذه حسب المعلومات اللي وصلتنا، وقلت لكم هذا الشخص سياته ابو زينب اللي لابس الستر الجوزي. رجع لي شوي على الفريم ووقف لي اياها حتى نعرف المسبب اليوم بهذه المهزله. بهذه المهزله جماهير جت من محافظات، من النجف، من البصره، من الناصريه، من الرمادي، من الموصل، من كركوك، جماهير من بابل، من كربلاء، من السماوه، من الديوانيه، كل المحافظات العراقيه اليوم جايين حتى يتابعون، ورجعوا اليوم دافعين فلوس صح مو قيمتها 5000 دينار، لكن بعض الجماهير حصر عليه 5000 انه يشتغل ويجمع هاي ال 5000 ويقطعها من حلق عائلته واطفاله ويجي باوع مباراه، وبالاخير متعهد جشع هيك اريد اقول، ويفتح الابواب وبامر من لواء في قوه امن الملاعب يفتح الابواب لدخول هذه الجماهير. منو المسؤول؟ انا اريد اعرف منو المسؤول؟ اتحاد الكره؟ لا مشيل اللقطه بعد شويه، ماشي اللقطة من أقول لكم هذا هنا، اسمعوا هتافات الجمهور طيني جوعان. هذا اللي صاير على اليسر، هذا أبو زينب اللي لابس سترة الجوزي البيجي البيجي البيجي. زين ابو زينب اذا تسمعني هسه اتمنى انه اذا اتصلنا بيك تجاوب على التليفون حتى نعرف السبب من عندك، لان هسه كل الاتهامات وكل التهم هي موجهه ضدك، انت متعهد المباراه، حسب المصادر يقولون انه انت طابع 50,000 تذكره واتحاد الكره مبلغك 27,000 تذكره. هذا مدفوع عن اتحاد الكره، هاي مسؤوليه تنظيم المباريات على عاتق اتحاد الكرة. أنا مدفعا أيضا عن الوزارة، الوزارة ما مسؤولة بهذا الموضوع صح لو لا؟ هنا جات لاعظون رئيس رابطة القوة الجوية ضياء أبو برير أيضا يتكلم، عدد من زملائنا الإعلاميين موجودين يحاولون يفتهمون شنو الموضوع، أمير المالكي موجود أيضا رئيس رابطة الزوراء يحاولون أنه ربما إخراج القوات الجماهير حتى تبدي المباراة، لكن أعداد اللي وصلوا داخل مضمار أو التارتان اللي جاي تشوفوه وصلوا بال 5000 6000 متفرج مشجع، هذولا من الصعب أنه يعني أنه صعب أنه تخرجهم من المباراة. هذا الموضوع وكل هاي المواضيع إحنا من نقول أنه يا أخوان ترى إحنا بعدنا ما متقدمين بعملية التنظيم، بعملية تنظيم المباريات، بعملية التسويق. زين من يتحمل ايضا اليوم قنوات عربيه جاء تنقل اللعبه ووقفت برامجها ووقفت جدول البث اللي عندهم؟ من يتحمل اليوم الشركه الناقله؟ من يتحمل خسائرها؟ من يتحمل؟ انا اريد اعرف من اللي يتحمل. زين نتابع المقطع الثاني، الفيديو رقم 2، شنو اللي صار خارج ارضيه الملعب؟ شوفوا هذا الملعب هنا هسه بدت قوات امن الملاعب ربما تحاول انه تخرج الجمهور اللي دخل لارض الميدان. شوفوا هنا العمليه كيف صارت، قوه امن الملاعب هنا شنو دوركم؟ انا رساله هاي اريد اوجهها لكم، شنو دوركم هنا؟
قبل هذه هنا قوات مكافحة الشغب اجتي تحاول انه ربما انه تحاول فضل الشغب هنا حتى ما خلوا يصورون يعني اكو لقطات يعني حتى انا جاي اسمع يعني بالجو العام موجودة انه لا تصورون شنو اللي يصور يعني ما عنده اي تدخل انه باتجاه الجمهور او اي شخص اخر. شوف هنا قوات امن القوات الشغب مكافحه الشغب تحاول انه خلص الغيت المباراه تحاول تدفع الجمهور انه خلص يرجعون الى بيوتهم او يفضون التجمعات اللي حذت زين. طين رقم 3 هذا رقم 3 ايضا شوف هاي ايضا تصوير من جهه اخرى ما اعرف مظاهره والله ما اعرف ما اعتقد انه هي التعامل مع الجماهير بهذه الطريقه ما اطبع ما ابيع خلاص اسد الابواب حمايه اكو مو داخل الملعب خارج الملعب ما اخلي الجمهور يوصل شوف هاي الاحداث ما اخلي الجمهور يوصل الى سياج الملعب اوقف برا خارج سياج الملعب الرئيسي وما اخلي الجمهور يجي ويصعد على السياج وينزل والباب اللي ينفتح من جهه المقصوره زين واليوم راح نعرف كاتانيتش ليش طلع همينه كاتانيتش ترى طلع يعني حكايه وطلع نحاول نتصل ايضا بالكابتن باسل جورجيس حتى يوضح لنا هذا الموضوع. طيب راح نتابع هسه بعض الجماهير الرياضيه طبعا مشكور الاخ محمد الراوي ابو ابراهيم مدير معرض الكره العراقيه اللي بعث لنا بهذه اللقطات طبعا نقلا عن معرض الكره العراقيه خلينا نتابع. اسمع جايين من كركوك 40 نفر والقرآن اي والله زين الله وكيلك فندق اكل وشرب النفر ب 20,000 خطوره زين وخطوره الطريق وهسه راجعين الكركوك بهذا الليل وتعرفون طريق العظيم ليش جايين على الكلاسيكو وانت عبد الخالق مسعود اقول لك حكايه عوفوا الاتحاد ما نريدك والله بس عوفوا الاتحاد ابوسك من يدك عوفوا الاتحاد عوفه زين هذا عارف الشغل مالته قصينا بطريق نظر $5,000 زين اسمع هذا عدى محل حلاقة عافيه زين هذا عاف الدوام مالته هذا يشتغل عمال الله شاهد زين انا بالقران بعت التليفون وروح امي بعت التليفون وجيت على مود اللعبه ما عندي فلوس بعت التليفون وجيت زين بالقران زين والفلوس بيت تريما قد حتى ما صرفهم زين يروحين للاتحاد اتحاد الكرة أصدر بيان بعد إلغاء المباراة. خلينا نتابع بيان اتحاد الكرة وشنو اللي قال به. يعبر الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسفه لما حصل هذا اليوم من تداعيات أدت إلى إلغاء وتأجيل مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية حفاظا على أرواح وسلامة جماهيرنا العزيزة ولاعبي الفريقين والطواقم التحكيمية والإدارية المكلفة بإدارة المباراة. وإذ نعبر عن أسفنا لجماهيرنا العزيزة والوفية بداعي حرصنا والتزامنا الكامل بإجراء المباريات وفق مبادئ السلامة والأمان للجميع فإننا ندعو وزارة الشباب والرياضة إلى فتح تحقيق عاجل وفوري ومعرفة المسبب والمقصر أيا كان خصوصا أن مشرفي المباراة قد أبلغوا حماية الملعب والمتعهد منذ الساعة 3 عصرا بإغلاق الأبواب وعدم السماح بدخول أعداد إضافية لامتلاء الملعب بشكل كامل وهذا لم يحصل حيث استمر توافد وتزاحم الجماهير بالدخول واضطرار الجماهير إلى الدخول إلى دخول مضمار اللعب بأعداد كبيرة مما يشكل خطرا جسيما لسلامة إجراء المباراة. ويؤكد اتحاد الكرة أنه بذل أقصى ما يملك من خطوات ونداءات للجماهير لأجل إفراغ مضمار الملعب دون فائدة مما اضطره إلى إلغاء المباراة وتأجيلها إلى إشعار آخر حرصا على سلامة الجميع. كل الحب والاحترام لجماهيرنا الحبيبة والوفية في كل مكان فأمنكم وسلامتكم أهم من كل شيء ودعوة لحكومتنا العزيزة أن تشرع فورا ببناء ملعب في بغداد يتسع لهذه الجماهير المخلصة والحبيبة. اتحاد الكرة أخلى مسؤوليته من هذا البيان بهذا البيان أخلى مسؤوليته عن إلغاء المباراة كونه هو الطرف
صاحب القرار الأول والأخير في إلغاء المباراة أو استمرارها. الوزارة ردت ببيان أو بتصريح مباشرة، تابع تصريح وزارة الشباب والرياضة عن طريق مدير الدائرة الإعلامية الدكتور موفق عبد الوهاب، أكد اليوم وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما حدث في مباراة الكلاسيكو. شباب انطونا البيان، بيان الوزارة، بيان الوزارة هنتابع شنو اللي قال به وزارة الشباب والرياضة. أمر وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض طالب اليوم الجمعة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسته وعضوية كل من رئيس اتحاد الكرة وممثل عن وزارة الداخلية بشأن التداعيات التي حدثت في مباراة الكلاسيكو المؤجلة من الجولة 16 للمرحلة الأولى من الدوري العراقي الممتاز بين الزوراء والقوة الجوية، والتي كان مقرر لها أن تقام في ملعب الشعب في تمام الساعة 5، والتحقيق في الأحداث التي رافقت عملية دخول الجماهير بهذا العدد الكبير بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية لملعب الشعب الذي يتسع ل 29,000 متفرج. هذا الملعب وتابع لوزارة الشباب، وقالت أنه يتسع ل 29,000 متفرج خلاص. وأكد أيضا أن الأحداث التي وقعت تنطوي على سمعة ومكانة الرياضة العراقية وكرة القدم بالأخص، لا سيما ونحن ساعون ونحث الخطى من أجل رفع الحظر الكلي. طيب اللي شاهدناه أيضا كاتبين أنه اللي شاهدناه في خروج قلة منهم عن النص ودخولهم من أماكن غير مهيئة للدخول وتسلق السياج الخارجي للملعب، مما أدى إلى إصابة 3 منهم بإصابات طفيفة بالأسلاك الشائكة على وفق البيان الذي أصدرته مديرية حماية المنشآت والشخصيات في وزارة الداخلية قسم أمن الملاعب، وسنحاسب كل من تسبب بحدوث ذلك بغض النظر عن الاسم والصفة التي يحملها. وأضاف أن نحن مع كل شيء يخدم جماهيرنا. طيب خل أعلق على بيان الوزارة شوية وبعدين أعلق على بيان الاتحاد. البيانين هسه متروح على وزارة الشباب يقول لك احنا ما لنا علاقة، احنا الملعب يتسع ل 29,000 متفرج وهاي مو مسؤوليتنا، مسؤولية لجنة المسابقات واتحاد الكرة. هذا اللي صار هسه بالجروبات واللي كلها اللي صارت. زين الموضوع الآخر، يجيك اتحاد الكرة يقول لك احنا مو مسؤوليتنا الملعب، مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، والمتعهد متعاقد مع وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب تقول لك لا، المتعهد متعاقد مع اتحاد الكرة. فاحنا هسه بين اثنين. هذا الفيديو احد المشجعين ربما اغمى عليه، مثل ما تلاحظون اغماء صار بعدد من المشجعين. هنا بعض الجماهير نقلته من المدرجات الى مضمار الملعب بسبب التدافع اللي صار. طيب خلي انتقل الى ضيوفي في هذه الحلقه. مثل ما نوهنا الاستاذ يوسف فعل، الصحفي والإعلامي الرياضي. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف من بغداد، ومن إسطنبول الزميل الإعلامي والصحفي علي نور. أبدأ مع الأستاذ يوسف. أستاذ يوسف، بسؤال: من يتحمل مسؤولية مهزلة اليوم من ناحية التنظيم وإدخال الجماهير الرياضية إلى ملعب، إلى مضمار ملعب الشعب؟ تحياتي لجميع مشاهدي قناة الفلوجة الغالية، تحياتي للزميل العزيز المبدع داود، وكذلك تحياتي للزميل المتألق علي نوري. المتسبب وزارة الشباب والرياضة بشخص الوزير واتحاد كرة القدم وجشع المتعهد والقوات الأمنية. القضية واضحة، وزارة الشباب أعطت المباراة إلى المتعهد، كان عليها أن تنسق الوزارة والاتحاد والمتعهد بكيفية إخراج هذه المباراة بالصورة الصحيحة، ولكن وزارة الشباب بحثت عن المتعهد وجعلته يتصرف كيفما يشاء، ولم تحدد له عدد البطاقات التي يجب عليه الالتزام بعددها. كان على الوزارة أن هي تطبع العدد المسموح به وتعطيها إلى المتعهد من أجل إنهاء هذه القضية. هذا جانب. الجانب الثاني، اتحاد كرة القدم اللي هو ينظم المباراة وهو يشرف على العملية الكروية في كل العراق، ويعرف هو ويدرك بأن هذه المباراة مباراة جماهيرية، كان هناك تحشيد إعلامي، كثافة جماهيرية تحضر للمباراة، كان عليه عدم ترك هذا الأمر. طيب. لابد أن تكون هناك لجنة
لتنظيم هذه الأمور بكيفية الدخول، انسيابية التعامل مع المباريات، عدد البطاقات، لأن إن تجارب سابقة بمثل هذه المباريات وتقريبا حصلت حالات متشابهة، ولكن في كل مرة هذا الملف يقيد ضد مجهول، وبالتالي عدم التعامل الصحيح والمنضبط بين هذه الأطراف أدى إلى أن تكون هذه الكارثة التنظيمية التي كادت أن يعني تؤدي إلى فقدان الكثير من الأبرياء من الجمهور. وبهاي المناسبة أنا أقدم الشكر والتقدير لجمهورنا الوفي اللي إجا من أغلب محافظات العراق وتكبد ما تكبد واستقطع من قوت عائلته من أجل دفع تذاكر السفر وكذلك البطاقات دخول الملعب، ولكن لم يحصل على أي شيء، لا شاهد المباراة ولا حظى باحترام جيد، ولا كان هناك تعامل إنساني لا من وزارة الشباب لا من التعهد لا من القوات الأمنية، وبالتالي خرج الجمهور بدون مشاهدة المباراة على اللجنة البرلمانية الشبابية أن لا تشكل لجان. أستاذ داود، مشكلتنا بتشكيل اللجان وأستغرب من البيانات البائسة الهزيلة سواء من وزارة الشباب أو من اتحاد كرة القدم، كل بيان يرميها على الطرف الآخر. ما هي القضية؟ واضحة وضوح الشمس، وهاي التبريرات ما تحجب الحقيقة اللي مبينه وواضحة للجمهور ويتحمل مسؤوليتها هاي الأطراف الأربعة. ولازم بدل ما هاي البيانات التبريرية خلنا نسميها الاستهلاكية كان عليهم التحلي بالشجاعة، وكل جهة تقول أني أخفقت وأني أتحمل المسؤولية. طيب أستاذ يوسف، كلامك وصل، يعني ربما الفكرة اللي ردت توصلها وصلت. أنتقل إلى الأستاذ علي نوري. أستاذ علي، هل من المعقول أنه اليوم، أول شيء أرحب بك، أهلا وسهلا بك في برنامج هاتريك، هل من المعقول اليوم نصحح الخطأ بخطأ ثاني؟ هل اليوم أنه ننقل هذه المباراة إلى ملعب آخر أو إلى محافظة أخرى؟ شنو ذنب الجمهور اليوم اللي بأعداد 60,000 أو 50,000 اشتروا بطاقة؟ هسه أنت إذا تيجي تحسبها 50,000 بطاقة على 5,000 دينار، هاي معادة المقصورة اللي أنا جاي ما أعرف المقصورة الجوانب والبنوس، ما أعرف إيش قد انباعت. بداية داود، أدعوك أنت والزميل يوسف فعل إلى قراءة سورة الفاتحة على المشجع الذي اليوم زهقت روحه في ملعب الشعب الدولي. طيب داود، روح مشجع واحد بالعراق، أي مواطن عراقي تسوى كل المسؤولين القائمين على الرياضة العراقية، بدءا من وزير الشباب والرياضة إلى أصغر مسؤول في الاتحادات أو الأندية. اليوم كلها بشفة، خلينا نحكي اليوم بدون مثاليات وبدون هاي السوالف. اليوم أنا جايك وحدة وحدة عليها، يلا، كلها بشفة. والشخص المشجع اليوم اللي سقط في أرض ملعب الشعب الدولي بشفة ثانية، تأكدت من هاي المعلومة علي؟ أنا وصلتني المعلومة قبل ما أنشر داود، اسمح لي داود. طيب، قبل لا أنشر تأكدت من صديق المشجع، واحد مشجعي القوة الجوية. هذا المشجع رحمة الله عليه يسوى شارب كل مسؤول بالرياضة العراقية، وأنا مسؤول على كلامي، وإذا أريد يقاضوني خلي يقاضوني. عيب عليهم اليوم يصدرون بيانات مخزية، أقسم بالله العظيم مخزية، مخزية على وزير الشباب والرياضة ومخزية على رئيس اتحاد الكرة. عيب عليكم واستحوا، أنتوا لو تخجلون ما كان اليوم تصدرون بيانات واحد يشمرها على الثاني. أنتوا مؤسستين فاشلة، مؤسستين أنتوا فاشلة. اليوم تريدون تقولون والله مو احنا السبب، عيب عليكم، اخجلوا. اتمنى يسمعني وزير الشباب والرياضة وكل أركان وزارته، مدراء عامين، موظفين غيره، واتمنى يسمعني رئيس اتحاد الكرة وكل أعضائه وكل العاملين به، عيب عليكم. وإذا طلع شخص منكم يبرر، أقسم بالله العظيم راح أعريه وراح أخزيه، لأن لا تصيرون أبواق ولا تصيرون ذيول تدافعون عن الخطأ. اليوم اللي حصل نكتة، وصمة عار
في جبين الرياضة العراقية. أسألك بالله داود، إذا سقط شخص واستشهد في أرض الملعب، وإذا سقط ألف، شنو الفرق؟ صح. هذا عراقي لو مين اللي جايبينه؟ بعدين طبعا. إذا اليوم نريد نتحدث عن هاي الفوضى، تقول من السبب ليش اليوم هم بيهم شخص شجاع ويتحلى بالشجاعة ويطلع زين يقول والله أنا اليوم أتحمل المسؤولية، أنا وفلان جي وفلان جي. أنا اليوم لو وزير الشباب والرياضة أقسم بالله استقالتي لحطها على مكتب رئيس الوزراء، لكن عيب عليهم طلاب مناصب ما يخجلون، فقط همهم الكسب والسحت الحرام. اليوم تطي هكذا مباراة إلى متعهد، ما نعرف هالمتعهد هل هو منزل من السماء، هل هو خط أحمر، هل هو يعني شنو هذا المتعهد اللي صار لسنين؟ على حسب المعلومات اللي عندك، المتعهد عقده مع وزارة الشباب أم اتحاد الكرة؟ داود أنا ما يهمني العقد ويا من، هل يكون ويا وزارة البلديات؟ ما يهمني. زين. أنا اليوم اللي يهمني، اليوم اللي يهمني المشكلة اللي صارت اليوم، هذا التدافع. ملعب يتسع إلى 30 أو 25 أو 40 أو 50 ألف متفرج، يدخل 78 ألف متفرج، شنو؟ أنت اليوم يا اتحاد الكرة طلعت بيان هزيل. شوف اليوم أنا أرد عريهم هاي المؤسستين يعني بالذات هاي المؤسستين. اليوم أنتوا تطلعون بيان الهائم من التاء ما تعرفوها، شقد لعد أنتوا واصلين إلى مرحلة من السذاجة ما تعرفون تنزلون بيان ركيك، بيان مستعجل على مود تسابقون وزارة الشباب والرياضة بنشر البيانات وتلقون باللائم على الوزارة. يرجع بعدها الأخ والصديق الناطق الإعلامي باسم الوزارة موفق عبد الوهاب صديقي وأخوي، زين. لكن الحق حق، وهو رجل أعتقد يعني مأمور بهذا الموضوع، ينزل أيضا بيان تتناقل وسائل الإعلام، وإحنا ما لنا دخل، الاتحاد لا دخل. عيب، اخجلوا، اطلعوا قولوا طيب. إحنا اليوم نتحمل المسؤولية، احنا اشخاص قياديين عمل مؤسسات، اليوم نتحمل المسؤولية. يعني بالله عليك، بالله عليك، اليوم لو 2000 لو 3000 سقطوا شهداء في ارض ملعب الشعب الدولي، راح يسوون كل نسيان احنا بورسعيد؟ لو احنا نريد تصير بورسعيد على مود الاعلام يهوس والدنيا تحترق ونصير علش بحق اللي يسوى والما يسوى ويرجع الحضره من جديد علينا، على مود نقول يا وزاره يا وزير استقيل ويا اتحاد استقيل، مو انتم ما تعرفون تقودون، انتم اجيتوا لفوا على الرياضه العراقيه، انتم شنو؟ زين. انا استغرب على هاي حبكم للمناصب وهذا حبكم لذواتكم. انتم اليوم المفروض الوزير يستقيل، اليوم المفروض الاتحاد يستقيل، بس قل لي وين؟ من اليوم اللي يجبرهم على هاي الاستقالة؟ أنا دعيت من خلال صفحتي الشخصية على الفيسبوك، دعيت رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي لعقد اجتماع فوري مع وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة، ونتمنى هذا الاجتماع ما رد يكون يعني تبويس خواطر، وأنت المسؤول شخص الأول بالبلد هو رئيس الوزراء، اليوم يقعد مع رأس الهرم بالمؤسستين الكبار في العراق، وايضا الى جانبهم رئيس اللجنة الاوروبية خلي يكون ايضا حاضر. اليوم يقعدون طيب ويتفقون، من السبب؟ لا تقول لي متعهد، ولا تقول لي شرطي، ولا تقول لي فلان، لا تقول لي فلان. انا بعدين داود اعتب عليك، والله العظيم اعتب عليك. ليش؟ من اخذت من وقتنا 10 دقائق تقرا بيانات هزيله، بيانات مضحكة. حتى الرأي والرأي الآخر علي عيب. علي عيب. علي الرأي والرأي الآخر داود. داود. هذا حتى داود. نعرف داود. حتى نعرف انه المؤسستين اصدروا بيان. احنا نريد نعرف البلدان من تكون طيب. من كمل. تكون في كوارث البلدان، من تكون في كوارث تضع المهنية على جنب، لا تقول لي مهنية ورأي ورأي عام، هذا مو رأي عام، هذا يسمى بيانات ضحك على الدقون. طيب اليوم ضحكوا عليك وضحكوا علي، ما البيانات مؤسستين على الجمهور، خل اقول لك مؤسسه حكوميه، هي وزاره، هي وزاره، وزاره تمثل بتمثل بلد، مؤسسات هزيلة. انت شفت البيان؟ لو انت شفته قريته، قريت البيان، شفت البيان، قلت لك قريت بيان اتحاد الكره الهائم من التاء ما يعرفون، لان كتبوه على عجل، وايضا طيب. الرد مال وزاره الشباب والرياضه، عيب، اخجلوا، استحوا، حطوا بيانات ركيكه تضحكون بها على العالم. طيب. مخزية هاي الأمور. طيب
هاي هاي ربما انا راح ارجع لك الى نقطه اخرى، نقطه مهمه ارجع لك بها استاذ علي لهذا الموضوع، وراح نتكلم ايضا حول انه وانا سالتك قلت لك العقد مع من، مع وزاره الشباب ام مع اتحاد الكره؟ هذا موضوع يهمنا اليوم، الجمهور يهمه اليوم، كل الجمهور هسه تشوف العقد بين الوزاره والمتعهد. لا الوزاره تقول لك مو احنا ما لنا علاقه. لا بيانهم داود قالوا العقد بين الوزاره السابقه، شوف حتى ما يريدوا يقولون احنا يعني حاليا، الوزاره السابقه والمتعهد، وراح ينتهي عقده بنهايه الموسم الحالي. زين وهذا خطير اليوم الزهقه تروح بالملعب، هذا شو تقولون العائله؟ طب الله يا وزير الشباب والرياضه اللي قاعد تصفق للجمهور وتدور ترويجات وتدور على مود حملتك الانتخابيه القادمه انت وحزبك، على مود منصبك تبقى بيه تدور ومن يصفق لك؟ عيب عيب والله العظيم، اخجل انت يا وزير الشباب والرياضه اخجل. طيب راح ارجع لك لهذه النقطه، انتقل للاستاذ يوسف. استاذ يوسف وصلتني رساله يقول البعض يريد ان يستفيد من المتعهد فيرمي اللوم على اطراف اخرى، النادي المستضيف لا علاقه له والوزاره باعت للمتعهد، وهنا المسؤوليه بين اداره الملعب والمتعهد. فهمت السؤال؟ واخر شيء كاتب لي المتعهد مشتري من الوزارة. هو يعني هي مبينة، هو العقد بين المتعهد ووزارة الشباب يعني، بس هو يا أستاذ داود هو من صار العقد بين المتعهد ووزارة الشباب يعني وزارة الشباب يعني هيك عتها ثقة بالمتعهد وتترك الباب إليه يطبع على راحته والرقم اللي يريده حتى يستفاد؟ زين وين التنظيم؟ وين التنسيق؟ دور اتحاد كرة القدم انتم فقط بإقامة المباراة، وانتم تعرفون أهمية الزوراء والجوية كمباراة في الدوري، غير قبل المباراة أسوي فد جلسة أو لجنة بين لجنة المسابقات باتحاد القدم وهو النائب علي جبار هو النائب رئيس الاتحاد، غير يدخلك هاي المباراة بصورة صحيحة المتعهد وزارة الشباب والقوات الأمنية ويسوون فد آلية صحيحة لإخراج هاي المباراة. مو كل من يعمل على مزاجه، مو كل من يعمل بكيفه، وهاي النتيجة وهاي الحرقة اللي تحدث بها الزميل العزيز علي نوري يعني بناء على وفاة المشجع الجوي، طبعا يتغمد الله بفسيح جنانه، ويعني يعني هي هاي يعني هاي يتحملها بالدرجه الاولى وزاره الشباب. طيب وزاره الشباب هي من تضع المعايير يا استاذ داوود، والمتعهد هو مثل واحد عنده بضاعه يريد يبيعها، اذا ماكو حسيب وماكو رقيب وماكو واحد فوق راسه وماكو معايير وضوابط احتياطي يتصرف براحته. زين الامن منو مسؤول عليهم؟ الامن، الامن غير اكو جهه تنظيميه تقول له لا يابا خلنا نسد البيبان، خلنا نغلقها، خلنا الكافي الملعب امتلأ، وانت تعرف بان كل مباريات العالم ما يصير الملعب يمتلي لان اكو مقاعد يسموها مقاعد الامان، حتى اذا يصير تدافع الجمهور يقدر يتحرك وكو انسيابيه بالدخول وخروج الجمهور، لان اهم شيء هو قانون كرة القدم انبنى على السلامة والمتعة والعدالة، فلازم كل الاطراف بهاي تتمتع بهاي. بس ما شفنا بمباراة اليوم، مباراة اليوم فوضى، اكو جشع، اكو هلع، اكو وزارة الشباب تارك الامر. يا اخي وزارة الشباب شنو دخلها بتنظيم المباريات؟ انت يا اتحاد كرة القدم المتخبط اللي ما تقدر تدير مباراة، يا اخوان هسه لا تقدرون تنظمون دوري، لا تقدرون تطورون اللعبة، لا تقدرون اي عملية تسوون مباراة واحدة فشلتوا من تنظيمها، وهي احنا كنا نعرف هاي المباراة تختلف عن بقية المباريات. صح. كل الأمور والمعطيات أعطيناها ومقدمات، بس اتحاد كرة القدم مو يم القضية كلها، ومثل ما قلنا اتحاد كرة القدم بقى بموقف متفرج
حتى اي عمليه تصير اي سلبيه يقول لك لا هاي هذا ذبح على الوزاره، الوزاره على المتعهد، المتعهد على اتحاد كرة القدم، بعدين على الجهات الأمنية، الكل متسبب وما يراد لها من المسؤول، المسؤول الوزير، المسؤول اتحاد كرة القدم بقيادة عبد الخالق مسعود المتعهد، القوات الأمنية كانت موجودة بالملعب، الكل مسائل، ما بيها لجان تحقيقية ولجان تسويفية حتى كل واحد يبرر، وهذا يقول لك كاني وقفت الطبع والجمهور قفز، يا خاني مشتري بطاقة واجبي. القضية الثانية أنا من دفعت هسه من يرجع فلوس لهذا؟ الجمهور راح والمتعهد أخذ الفلوس ووزارة الشباب أيضا قبضت الفلوس والجمهور الخاسر الأكبر، من يدافع عن حق الجمهور؟ اتحاد كرة القدم. هاي سرقة، لا لا هاي سرقة، هاي فساد، هذا استاذ سرقة وفساد، وهاي كل الفلوس. استاذ يوسف علي نوري وياك، ترجع للجمهور. استاذ يوسف علي نوري يرد داخل وياك. استاذ يوسف حبيبي، الأموال يجب أن تعاد إلى خزينة الدولة، لا يستفاد منها متعهد ولا يستفاد من عدها وزارة ولا اتحاد، تعاد إلى خزينة الدولة، هذا الحل الأمثل. والمباراة المقبلة، المباراة المقبلة للزوراء والقوة الجوية يكون الدخول مجانا عسى ما أقيمت بالمريخ، ما لنا علاقة إحنا وين تقام، في كربلاء أو في البصرة أو في ملعب الشعب. الدخول مجاني احتراما احتراما إلى الجماهير التي حضرت، الدخول يكون مجانا، والأموال التي تم جبايتها اليوم من خلال المشجعين تذهب إلى وزارة المالية، تعاد إلى خزينة الدولة. أستاذ علي عيوني، يسوون بها يريدون هذا المبلغ يقدمونه كهدية لعائلة الشهيد اليوم اللي سقط في ملعب الشعب، يعني هذا من واجبهم، يعني يحطونه بأي مرفق آخر ماكو مشكلة، لكن لا تذهب إلى المنتفعين. هذه الأموال اليوم الكل أغلقت تليفوناتها، الكل اليوم اللي يدعون بالشجاعة يظهرون بالفضائيات يتحدثون بلقلقة لسان معيبة جدا. اليوم المسؤولين الكل أغلق تليفونه وسد بابه وقعد لا يرد على فلان ولا علان، راح يطلعون بعد كم يوم في برامج بعد أن تسوف القضية وبعد أن تهدأ النفوس وتبرد المشكلة يظهرون لنسمع أنواع التنظير. هذا الكلام اليوم عار على الإعلام إذا بقى سافي، طيب. عار على كل إعلامي يسكت على ما حصل اليوم من مجزرة كادت أن تطيح بأرواح الآلاف المؤلفة من الجماهير العراقية في ملعبي. زين علي نوري، أنا بس أحب أوضح لك الآن الخبر غير صحيح، تم الاتصال بإدارة الجوية رابطة المشجعين ونفوا الموضوع أن هناك مشجع متوفي، وهاي الصورة منزليها منزلها الأخ. لا لا شوف أنا ما لي علاقة بالآن، منو اللي منزل داود؟ منو اللي منزل؟ ما ذاكر اسمه هنا، عشاق أخي، أكو أحد المواقع في الفيسبوك، دخل لي أحد الأشخاص اللي هو صديق هذا المشجع. زين أنا تأكدت، والأخ أيضا محمد هيشل دخل علي رئيس شركة عشتار شركة عشتار وقال لي هذا مؤكد، قلت له مؤكد، اتأكد بطريقة الخاصة ورجع قال لي الخبر صحيح، الخبر نحن صحيح، لا نكذب لا نكذب. لا احنا حتى نكون واقعيين، لا انا مو جاي اتكلم، حتى نكون صادقين فيسبوك مع الجمهور حتى من يجي واحد يقول لك لا طبعا احنا طبعا الأدلة كافية حتى طبعا نتكلم بهذا الموضوع، واضحة جدا. طيب. احد الاشخاص قال انا قدامي نقلوه بالاسعة يطلع لي صفحة فيسبوك رابطة الجمهور، انا ما اعترف بهاي الامور، انا اعترف بالاشخاص اللي مرروا لي هذا الخبر. زين اكو خبر وصلني هسه من احد الاخوان، ذكر انه يعني ما يريد يذكر اسمه، يقول احنا من البارحه اكدنا انه عمليه التجديد على متعهد الملعب بعدم بيع تذاكر اكثر من الحد المقرر، يقول من البارحه، واكو لازم دخوليه وانسيابيه للجماهير انه تدخل، واحتماليه اكو هناك احتماليه ربما رفع دعوه من قبل الجمهورين، يعني جمهور فريق الزوراء وفريق القوة الجويه، دعوه على الاتحاد والمتعهد بسبب تعريض الجماهير للخطر، وذاكر اللي رساله واصلت الاتحاد وايضا الوزاره، لازم الوزاره تفضل استاذ يوسف. نعم. الوزاره لازم تنضاف استاذ داود،
على حسب الرساله اللي وصلتني. استاذ داوود حتى لا يقولون حتى لا يقولون استاذ يوسف اسمعك. يعني استاذ داوود هو لازم المتسبب الاول وزاره الشباب. زين وزاره الشباب بشخص الوزير هو المتسبب الاول. اتحاد كره القدم بعنوانه المتعهد والقوات الامنيه هم السبب في هاي الفوضى. واذا تصير المباراه بعد يومين نفس الفوضى لان لاكو تخطيط لاكو تنظيم، المهم المال، المهم المناصب والكراسي، ما حد يفكر بالجمهور، ما حد يفكر شلون وصل هذا الجمهور، شلون عانى، شلون نريد نظر المباراه قدام العالم بمظهر جيد، بمظهر لائق، قنوات عربيه ناقلته، ما عندنا هالرؤيه، ما عندنا هالتفكير، المهم من هاي المباراه ايش قد راح نحصل؟ فالمتسبب الاول وزاره الشباب يعني جاوب استاذ علي وقال الفلوس هاي تروح لخزينه الدوله، يا اخي الجمهور هو المتضرر، اذا صارت المباراه حتى بالبصره ومجانا، زين انا كجمهور دفعت يعني جيت من كركوك لبغداد وهاي التكاليف كلها. واحد من الجمهور بايع موبايله. وهم دخلت. انا سمعت هذا التقرير وهذا الاخ من قناتكم الموقره، يعني انا هم اروح للبصره وهم هاي الخساره، زين ليش ما اتعامل ويا الناس باحترام؟ اللي يتحمل مسؤوليه هاي الاموال وزاره الشباب تعيد الاموال للجمهور. شنو الجمهور يروح يعني المباراه بعدين البصره لو بكربلة ومجانا لو المتعهد عوفه بكيفه؟ ما يصير هذا ايضا بالمباريات الجايه المتعهد يقول لك انا اخذ الفلوس وهم المباراه تقام مجانا باي محافظه وما لقينا العلاج المناسب. لازم هاي المباراه استاذ داوود هاي المباراه لازم تحرك الماي الراكد بهاي القضيه، لازم تنكشف كل الامور، لازم اكو عقوبه ورا هاي القضيه، اما تبقى القضيه هي السائبه مثل اموال الرياضه سائبه. فاتصور بان الجمهور يجي يدفع فلوس وما يشاهد المباراه وبعدين يواعدونا بمباراه تقام مجانا. طيب استاذ اذا ماكو حساب على هاي التصرفات زين استاذ يوسف أنا هذا الموضوع اريد اسال الاستاذ علي. استاذ علي اليوم يعني انا كوزاره اليوم بعت انا هذه المباراه او الفريق المستضيف باع هذه المباراه الى المتعهد، هل هناك مثلا في الوزاره امر من قبل الوزاره من المسؤول على هذه الامور بانه يا اخي انت المتعهد تعال حدد لي الكراسي، حدد لي عدد التذاكر، انت طابع انت منطيق علم ب 29,000 مقعد عندك في ملعب الشعب، انت تجي تطبع اليوم تطبع 50,000 بطاقه ويقول لك كسروا الملعب كسروا البيبان وعبروا من السياج وكسروا البيبان ودخلوا. أنا المعلومات اللي وصلتني يقول لك لا أكو أحد يعني لواء هو في عمليات بغداد اللي وصلني الآن هو اللي فتح الأبواب من جهة المقصورة. ها أنا أتكلم من جهة المقصورة. منين الأمر أخذه ودفع وفتح الأبواب؟ هو أمر يقول لك هو أعلى من قوة أمن الملاعب قال لهم فتحوا البيبان خلي يدخلون. يجب أن يحاسب مهما كان. هذا هاي النقطة المهمة هاي النقطة المهمة. يجب أن يحاسب بالبداية. هل سيحاسب؟ أنا جاي أسألك هل سيحاسب؟ هذا الضابط مو أنا من أقول يجب أن يتدخل رئيس الوزراء حتى ما توقع على سلطة تنفيذية رئيس الوزراء بالبلد. زين. من نقول إحنا هذا خلية أزمة تشكل ولا تقولوا لي مجالس تحقيقية، كافي المجالس التحقيقية خلي تكشف عن غير أمور مو تجي تكشف عن الرياضة. هاي المجالس التحقيقية تسويف. أنا قرأت أيضا تصريح للوزير على صفحة وزارة الشباب والرياضة. زين. الوزير يترأس المجلس التحقيقي وكأنما سيفتح الفتوحات. هذا كلام ضحك. هذا تبريرات معيبة جدا أن يطلق بها. اليوم أنت من تريد طابعين 50,000 لشيء هاي مو جديدة داود. ليش إحنا قبل موسمين أنا كنت حاضر بالمباراة ملعب الشعب وأنا كإعلامي ما قدرت أدخل، دخلت قاعدت ويا الجمهور حالي من حال الجمهور. هذا ليش هذا جديد؟ ليش هو هذا جديد؟ يعني كل مباراة الزوراء والقوة الجوية
وبالتسعينات صارت مباراة الزوراء والشرطة حدثة يعني نفس هاي قعدوا على التراك صح زين كل الجماهير قعدت على التراك وموجود ترى اليوتيوب فازن كل هاي الأمور الموضوع مو جديد لكن تسويف المسألة والمهادنة وهذا عمي وهذا خالي ولا تحكي وانت اسكت وكافي وهسه أنا متأكد من الوزير إلى كل المسؤولين بالاتحاد اليوم يبحثون عن برنامج وانت اليوم اول برنامجك الاول اللي طلع يناقش يمكن حتى اليوم عندك عطله انت وطلع الدوري صح يعني أيوة حلقه استثنائيه زين استثنائيه من طلع من 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 من, من طلعت اليوم الكل قاعد يتباوع اليوم قاعدين انا متاكد من الوزير وانت نازل قاعدين راح يقول لك يوسف فعل ويا من ضد الوزاره يوسف فعل وضد اتحاد الكره علي نور ويا من ضد اتحاد الكره وضد الوزاره راح يسوون ضديات كانما احنا بدنا نحكي ضديات نريد ناخذ منصب الوزير وريد ناخذ منصب رئاسة الاتحاد. شوف عندما تدار المؤسسات الرياضية بهكذا عقليات عندما تدار بهكذا شخوص فأقرأ على الرياضة السلام. أنت اليوم من تشوف رئيس اتحاد قاعد نقابل البرامج الرياضية ويدز مسجات للإعلاميين وما مصدق نفس رئيس اتحاد شوف الكرة العراقية وين وصلت. من يقود وزارة الشباب والرياضة وزير لا يملك الجرأة ولا يملك الشخصية القوية القادرة على استلام واستيزار هذه الحقيبة شوف احنا وين راح نوصل والقادم أسوأ عندما يكون رئيس الأولمبية على كل احترامنا وتقديرنا الرعد حمودي شخص لا يملك القرار وتمارس عليه أدوار كبيرة من جهات بعيدة عن الرياضة شوف احنا وين وصلنا انت اليوم انا اريد اسأل سؤال يا داود انت اليوم تدير الحلقة أنا اليوم أريد أسأل سؤال ماذا لو زهقت أرواح المشجعين ووصلت إلى ما يقارب 20,000 راح يقول لي واحد أنت ليش ما متفائل ومتشائم يا أخوان دخلنا نحط يدنا على الجرح وخلنا نحكي بالمنطق كافي مثاليات كافي اليوم واحد يحكي لي يقول ما يصير تنشر بصفحتك هاي الفيديوهات الاتحاد الآسيوي يراقب لا والله ليش الاتحاد الآسيوي قاعد يراقب صفحتي وما جاي يشوف وسائل الإعلام العربية والعالمية والفضائيات اللي نقلت هذه المهزلة اليوم اللي جرت في ملعب الشعب الدولي إذا إحنا نظل نطمطم وكافي وما يصير وما يرفع الحظر بعدين لجنة الشباب والرياضة البرلمانية يعني ما خجلت من صدر وتصريح وبيان صحفي يقولون نريد نستضيف كأس العالم هاي راد لحلقة هاي راد لحلقة استاذ علي على قطر تريد تستضيف كأس العالم يا داود هاي راد لحلقة هاي راد لحلقة استاذ علي انتم من تريدون اي ما يخالف داود اجيك الحلقة انتم من تريدون تستضيفون تشوف شوف المأساة اليوم اللي صارت انتم وين نايمين ورجليكم بالشمس تريدون الجمهور يصفقكم رجلة الشباب والرياضة البرلمانية طالب بكأس عمي عيب لا تحدثون بهاي الامور تنظموا خلي اتحادكم اللي انتم مسؤولين عنه وزارتكم تنظم مباراه زين. محليه زين زوراء والقوة الجويه بكل ثقلها داود وعمقها وثقلها وجماهيريتها وشعبيتها ترى لا تخرج عن اطارها المحلي تنظمون مباراه انجلترا والارجنتين يا عمي دسكتوا عيب والله العظيم اصلا اخجل من هذا الكلام انا ضاق على التصريح طيب والله يا علي شر البليه ما يضحك والله صحيح. العظيم صحيح استاذ شوي تاخذنا على الاستاذ يوسف فعل استاذ يوسف احنا كنا نتكلم حول موضوع جدا مهم هذا الموضوع اليوم احنا من الجمهور اليوم يقعد ويتابع برامجنا انا بالنسبه لي اريد اجد حلول الحلول شنو هي الحلول اليوم انا في اقامه مثل دوري منظم عملية بيع التذاكر إلكترونيا فتحها على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت حال دول العالم افتح لي مكاتب شركات مختصة بشراء يمكن علي يعرف احنا يعني ملعب اذا نريد نروح اي 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 اليوم اي مباراة في اي مكان بالعالم الا تروح على الانترنت وتحجز وتشتري بطاقه وتختار المقعد اللي انت تريد الجهه اللي انت تقعد بيها وين ليش ما نوصل احنا نريد حلول شنو هي الحلول اليوم انا اريد حل اليوم من هذا الجمهور اجى ودخل والله انا قهر بس على هذا المشجع هذا اللي جاي دافع 5000 دينار ويقول لك انا والله بايع الموبايل ما عدا هذا اللي توفى اللي ما متاكدين انا بصراحه علي نور يقول لي متاكد فانا راح امشي وراه علي نور راح اقاضي داود راح تقاضيني تفضل استاذ يوسف
استاذ داود، طبعا هي ما تفضلت به هاي البوابات الالكترونيه هي مو فقط اصبحت في دول العالم المتطوره كرويا، لا هي حتى في دول الجوار، يعني ملاعب دول الجوار تطبق هاي الفكره. بس احنا يعني بصراحه وزاره الشباب واتحاد كره القدم غايبه عليه مثل هاي الامور، وحتى من اجى وفد الاتحاد الاسيوي الملعب الشعب طلبوا قضيتين، ترقيم الملاعب، ترقيم الكراسي في ملعب الشعب، وإقامة بوابة إلكترونية. يا أخي مو صعبة، لو هي موجودة اليوم هاي ما صارت هاي الفوضى، بس من يسويها؟ إذا اتحاد كرة القدم هذا ملتهي بصراعات الداخلية، وزارة الشباب الوزير ملتهي بقضية بس يستقبل ويودع الوفود واللي يزورونه، ماكو فكرة جديدة طرحت. ما شفنا مسؤول رياضي جانا بفكر جديد يقول يابا راح أخطي هاي الخطوة، بس مو للاستهلاك الإعلامي، للتطبيق الواقعي. على سبيل المثال ملعب الشعب احنا كنا نريد بوابة إلكترونية وتنقيمة وتنتهي هاي القضية ونخلص من طيب. هذا واحد. استاذ داود بغداد محتاجة إلى ملعب أكبر من ملعب الشعب. يا أخوان هذا ملعب التاجيات اللي سموه ملعب بغداد، يا أخي 60% واصلة نسبة الإنجاز ويتسع 60,000 متفرج. يا وزارة الشباب اشتغلوا بهذا المرفق، هاملينه تاركينه والشركة متوقف بها العمل. يا أخوان انظروا إلى بغداد، لأن هاي تراكمات من بعد 2003 لحد الآن ماكو وزير اجى وفكر ببغداد، ما حد يعني قدر يطرح فكره ببناء ملعب البغداد. لا بس زادوا من القضيه، يعني مثل ما يقولون بله من فلشه، وملاعب القوه الجويه والملاعب الزوراء والشرطه. بغداد تعاني من ازمه الملاعب، وهي حتى اتحاد كره القدم مرتاح لهاي القضيه. لا دس كتاب إلى الاتحاد الدولي وبرفع الحظر عن بغداد والنجف وميسان حتى يجبر وزارة الشباب ببناء ملعب، أو مو بناء يا أخي والله إكمال هذا ملعب التاجيات وملعب الحبيبية أيضا في مدينة الصدر، هم يفكنا الأزمة ومصير عندنا اللي صار اليوم. بس ما حد يفكر، تدري ليش أستاذ؟ لأن هم كلهم مستفيدين من هاي الفوضى، هاي الفوضى هي اللي تبقيهم، هي اللي توصلهم، سواء وزارة الشباب استفادة من الأموال، سواء المتعهد اللي اليوم هو الرابح الأكبر، اتحاد كرة القدم أيضا ما يريد ضغط عليه بالعمل، لأن بغداد ما مشمولة برفع الحظر، ومن الخاسر الأكبر الكرة مالتنا والجمهور اليوم اللي تعذب وكابد ووصل وبعدين رجع بشق الأنفس صحيح. للبيت، والحمد لله على سلامتهم وصلوا سالمين. ما عندنا فكر رياضي يمكن أن يطور هاي اللعبة، لذلك فالحلول موجودة وإحنا دائما نطرحها ونبينها واضحة، وهم حتى حفظوها من عندنا. كل مرة نقدم الحلول، إحنا مو بس ننتقد، لا الانتقاد موجود وننطي الحلول، بس الحلول ما حد يسمعها، ما حد يريته، لأن ما تفيدهم ما تخدمهم، ناس جايين على مصالحهم على مناصبهم، ما تهمهم الرياضة، مو مثل حرقتنا وحرقت علي نوري وحرقت الجمهور وذول الزملاء، وانت برنامجك يعني ما شاء الله حصل على أفضل برنامج هادف، واليوم عندك يعني عطلة واليوم انت سويت برنامج، والله يوفقك ان شاء الله حركتك على الجمهور وعلى الرياضة. شكرا لك. الوزارة واتحاد كرة القدم ما عندهم هاي الحرقة، ما عندهم الأفكار زين. ما عندهم المشاريع الرياضية تنهض بواقع رياضتنا زين. هذا 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 ربما هاي الحلول اللي انت ذكرتها. بالنسبة خلي اسمع بجواب اخير من الاستاذ علي نوري. استاذ علي نريد حلول، الحلول شنو هي اليوم؟ احنا هي بناء الملاعب، تنظيم عملية دخول وخروج الجماهير، آلية المسابقة الدوري تتغير، شنو الحلول اليوم اللي عندنا؟ احنا حتى اليوم ما تتكرر هذه المشاهد، ما تتكرر، احنا هاي اللي نريده، ما تتكرر هاي المشاهد اليوم اللي صارت. تفضل. احنا اذا نضل نغطي على السلبيات او نتحدث في اوانها فقط، يعني اليوم اللي حصل
راح نظل نحكي اليوم وباكر وعقب باكر 4-5 أيام نحكي فيها وبعد خلاص وتنسي بعد نقوم بالسنة نذكرها مرة لا هاي اليوم من يتحد الإعلام في مرة واحدة في بودقة واحدة يتحد صحيح. الإعلام نحو وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة واللجنة الأولمبية تعالوا شوفوا الحل صدق اليوم من ننهي كل المشاكل نبدي نعالج هاي المشكلة هل تكون هاي الشرارة الأولى للإصلاح الشرارة الأولى للتطوير اليوم نجي نقول المسبب الوزارة والاتحاد والمتعهد والقوات الأمنية نحصر هؤلاء الأشخاص نجي نحقق وياهم من المسؤول من المتسبب يأخذ عقوبته من الحكومة أو من الدولة أو من الجهات المعنية راح تكون هناك حسيب ورقيب من ثم الحكومة بشخص السيد عادل عبد المهدي اليوم يصدر قرار ترى هي مو فد كيمياء أو علم الذرة اليوم إطلاق الأموال والتخصيصات والتعاقد مع شركة جديدة طيب. لبناء ملعب بغداد الدولي 65 ألف متفرج إن شاء وأيضا الله. هناك ملعب مهدى من السعودية يعني تمشي طيب. الإجراءات ب 100 ألف متفرج ب 65 صدقني بوابات إلكترونية نجي نتعاقد هكذا خلي تكون بهكذا مباريات مع شركات قادرة على التنظيم احنا إذا نريد ننظم فما راح نقدر طيب. ننظم وراح تعاد نفس هذه المشاكل مجددا ان شاء الله انا اشكرك استاذ علي نوري الصحفي والاعلامي الرياضي شكرا جزيلا لك لانضمامك معي في برنامج هاتريك وايضا اشكر الاستاذ العزيز والقدير الاستاذ يوسف فعل لانضمامه ايضا معي في برنامج هاتريك اشكركم مشاهدينا ومتابعتكم هذه الحلقه شكرا لكل الرسائل اللي بعثوا لي اياها وايضا اعتذر من المداخلات الهاتفيه اللي عدد من الاشخاص ايضا طلبوا مداخلات هاتفيه لكن وقت البرنامج ما يسمح لنا نلتقيكم ان شاء الله اذا ما صار شيء جديد باكر نلتقيكم الاحد ان شاء الله الى اللقاء